هل الشوكولاته مسموحه لما ادخل على الكيتو دايت؟ خضار فواكه هل هم مسموحين؟ الزيوت، ايش المشروبات اللي انا بقدر اشربها؟ مرحبا جميعا، يعطيكم العافيه. اليوم قررت اني اعمل لكم فيديو عن موضوع الكيتو لانه الاسئله اللي صارت تجيني كثير ويمكن مش عم بلحق ارد عليهم كلهم، فقررت اني انا يكون معي فيديو اليوم عن موضوع الكيتو دايت، ايش الاطعمه اللي انت ممكن تاكلهم. اليوم هيك بشكل سريع، بس كان عندي شوية أغراض في البيت كملت عليهم كم غرض تاني، رحت شريتهم من السوبر ماركت علشان نقدر نعرف أنت إيش ممكن تأكل. أول سؤال دائما، هل الشوكولاتة مسموحة لما أدخل على الكيتو دايت؟ يس، في شوكولاتس مسموحين. طيب خضار فواكه هل هم مسموحين؟ يس، في خضار وفواكه مسموحين. الزيوت، إيش الزيوت اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أجهز الأشياء للأكل أو أعمل الأكل أو أقلي الأكل أو أقلي الأكل عشان الكل بس يفهم اللهجة؟ ايش المشروبات اللي انا بقدر اشربها؟ هل المشروبات الغازيه مسموحه؟ يس، المشروبات الغازيه مسموحه. خلينا ناخذ هيك بشكل سريع استعراض سريع جدا ليش هيك، بس عينه مش كل شيء هي مسموح، لكن الاشياء اللي الكل بيسال عنها. حكينا انه انت وجباتك الاساسيه راح تكون مبنيه على البروتين اللي معاه دهون، فهي راح تكون الدجاج واللحمه والسمك. السمك ممكن تاخذ السالمون والسردين، هذول كثير بنصح فيهم. انواع ثانيه من الاكلات البحريه بتقدر تاكلهم طبعا، لانه هم مصدر منيح للاوميجا 3، مصدر منيح للمعادن الثانيه، وبتقدر تضيف عليهم الدهون. طيب الاشياء انا قسمتهم باي ذا واي لكاتيجوريز. اول شيء الاشياء اللي ممكن تستخدمهم كسبلمنتس، السناكس، الخضار والفواكه، والاشياء اللي انت ممكن تشربها. هلا اسرع سؤال راح يكون ايش الوجبات الرئيسيه؟ حكينا دجاج ولحمه وسمك. ايش الزيت اللي انت ممكن تستبدل فيه الزيت النباتي اللي انت متعود تقلي فيه؟ ممكن تستخدم الزبده، السمن البلدي اللي فيها نسبه دهون منيحه، زيت الزيتون، لكن انا ما بنصح انك انت تقلي بزيت الزيتون لانه بتدرجه لا يتحمل درجه الحراره. اليوم انا معي عينه هيك كثير صغيره، هذا اسمه زيت جوز الهند، والماركه اللي انا بستخدمها اسمها بيونا، وهذا مش اعلان للماركه، والزيت اللي انا فعليا بستخدمه وهو ميد ان يو كي، خلينا نتاكد، والويب سايت اللي هو www.biona.co.uk. بستخدمها للقلي وبستخدمها للطبيخ، وفي مشروبات بضيف عليها زيت جوز الهند تعطي نكهه منيحه. في حلويات او سويتس او سناكس بعملها في البيت تعطي نكهة جوز الهند زي الباونتي، يعني تقريبا بصير الطعم، بضيفها للبيض بتصير طعم جدا زاكي. فزيت جدا مهم عشان تبدأ تعود جسمك انه مصدر الطاقة الكتير اللي انت ممكن تستخدمه هو الدهون. فانت ممكن الصبح لما تصحى قبل ما تاكل اي شيء على الريق تاخذ معلقة تشربها من زيت جوز الهند او معلقتين حسب انت شو بتقدر، ولانه شوي ثقيل على اللسان، بيحفز جسمك انه انت المصدر اللي راح تاخذ منه الطاقه اللي هو الدهون، لانه الجسم اصلا بيكون تعبان وبده طاقه الصبح، فانت بتروح باتجاه الدهون. خلصنا من زيت جوز الهند، ودائما حكيت زيت جوز الهند روح مع الماركه الامريكان او الماركه اللي من يو كي. طيب خضار وفواكه شو ممكن اكل؟ بس بدي احكي لكم انه انا هاي العلبه راح اكلها عاقب كل انواع الخضار اللي فيها. الخضار اللي فيها فيها الفلفل الحلو، فيها الكوسه، فيها الزهره البيضاء اللي هو الاخوان المصريين بيحكوا عنه الارنبيط، فيها البروكلي، البروكلي جدا مفيد وافيد من الزهره. الزهره طبعا تاكلها بنسبه قليله، الكوسه بنسبه قليله، ممكن اذا بدك اضافه جزر فانت ممكن هاي فيها جزر كمان. يعني فيها الفلفل الحلو الملون والاصفر والاحمر، لكن مش كثير بنصح فيهم، فنسبتهم بتكون خفيفه في العلبه. هاي الخضار كلها مسموح تاكلها، اضافه للجرجير، للخس، للبقدونس او البقدونس، للكزبره، هذول كلهم مسموح انك انت تاكلهم. طيب هل مسموح اكل اللبنه والجبنه واللبن؟ اللبنه والجبنه واللبن، الجبنه ديفينتلي ينصح فيها بشكل كثير كبير، تاكد انها خاليه من السكر او ما فيها نسبه سكر عاليه، الكربوهيدرات فيها قليله والدهون فيها عاليه، وهذا ينطبق على معظم انواع الجبنه اللي موجوده. اللبنه ممكن تاكلها لكن تاكد من نسبه الكربوهيدرات عشان تعرف كم لازم تاكل من اللبنه، وطبعا كل نوع له نسبه او كميه كربوهيدرات تختلف عن الثاني. اللبن بس انا جبتها عشان احكي لكم بالضبط قديش نسبه الكاربس اللي موجوده في اللبن. هون الدهون فيها 3 جرام لكل 100 جرام، انا عم بحكي الدهون فيها 3 جرام، البروتينات 3.5 جرام 3.5 جرام،
الكاربس 5.1 جرام، فهي نسبة الكاربس بالنسبة للدهون عالية، لكن هي نسبة الخمسة اتسلب لما تكون بنسبة بأوبجكت أو بأكل هو نسبة الدهون فيه عالية ما بكون فيها مشكلة، أو على النظام الكيتوجين أو الكيتو دايت الصح 100% يعني الستريكت. الكربوهيدرات 5.1، فأنت إذا كنت بدك تاكل تقدر تاكل منها، لكن أنا بالنسبة لي صراحة اللبن لما كنت في الكيتو دايت مش كثير كنت بتناول اللبن، يعني إدري يعني يمكن مانث يمكن كل شهر. فهذا خلصنا من اللبن. طيب خضار والفواكه، الخضار والفواكه حكينا عن الخضار، هلا نيجي للفواكه. أكثر فواكه أنت يعني ينصح إنك أنت تاكلها اللي هي الأفوكادو. الأفوكادو بنصح بها بشكل كتير كبير، مفيدة جدا وبتعطيك المعادن الفيتامينات أو الدهون، مبدئيا فيها نسبة الدهون منيحة، فأنت بدك تاكل من الأفوكادو بشكل كبير. ممكن تعمله عصير، ممكن تاكله مثل ما هو، ممكن تاكله مع الأكل، يعني في أكثر من نوع من الأكل ممكن تضيف عليه الأفوكادو. هلا فواكه ثانية ممكن أنا آخذ جوز الهند نفسه، يعني حكينا عن زيت جوز الهند، ممكن آخذ زيت ممكن آخذ جوز الهند نفسه، يعني أنا اليوم هاي لقيتها في السوبر ماركت صراحة ما قدرت ما أشتريها لأنه أنا أصلاً بحب جوز الهند، ولقيتها فاشتريتها وهي جاهزة وقطعة ونظيفة، فأنت بس افتح وكل. هذا بالنسبة لجوز الهند، أنا عم باخذ عينات الإشي اللي أفيلبل هلا عندي، مش كل إشي أنا بحكي عنه في هذا الفيديو. ممكن تاكل الفراولة الستروبري، ممكن تاكل الفراولة بس ما تكثر لأنه فيها نسبة سكر راح يكون، فأنت ممكن تاكل حبة في اليوم، حبة ونص في اليوم، حبتين بس مش كل يوم، عشان أنت ما تخرب النظام تبعك. وأنا ما بنصح إنك أنت في بداية الدايت تروح مع الفواكه غير الأفوكادو اللي أنا حكيت عنها، ممكن جوز الهند غيرها ما تروح معاهم لا بعد اول اسبوعين زمن، ممكن انك انت تتناول اجزاء بسيطه مثل ما انا حكيت. التفاح يعني يوجوالي كان في كابشن بيحكي لك انه one apple will not destroy or damage your diet، فاذا كان ولا بد وكنت انسان كثير بحب الفواكه حكيت بعد اول اسبوعين عشان جسمك يدخل في سيستم الكيتو دايت، ممكن تاخذ نص تفاحه ممكن تاكلها ومش كل يوم، لكن هي بتمدك بالالياف اللي انت بدك اياها، فيتامينز ممكن تعطيك، فهي منيحه. ممكن تاخذ تفاح وات ايفر كان، اخضر احمر يعني اللون اللي انت بتحبه او الطعم اللي انت بتحبه ممكن تاخذه. فهذا بالنسبه للخضار والفواكه والاكل. هلا من السبلمنتس اللي كثير جسمك راح يحتاجهم لانه في جزء من المعادن راح يفقده وفي جزء من الفيتامينز راح يفقده، فنحن نعطيه سبلمنتس عشان يقدر ما يصير عنده اي اعراض جانبيه ولا يتضرر من اضرار الكيتو. مثلا البوتاسيوم عندك راح يقل نسبته شوي، فنحن عشان نرفع نسبه البوتاسيوم ناخذ على شكل باودر، هو مبدئيا اسمه كريم اوف تارتر، ممكن تاخذ منه مع الاكل، تضيف على الاكل تبعك معلقه او نص معلقه الصبح. انا بعمل صراحه خلطه بشربها الصبح، لكن مش الكل بفضل طعمها لانه طعمها شوي صعب. هلا بحكي شو مكوناتها، بس هذا البوتاسيوم. في عندك كمان بدك تشرب سينامون، السينامون بيساعدك على تقليل نسبه السكر في الدم، بيساعد على التنحيف والى اخره. بدك تاخذ جينجر اللي هو الزنجبيل، الزنجبيل جدا مفيد، ممكن تشربه ممكن تضيفه على الاكل، ممكن تاخذه مطحون او تاخذه زي ما هو من الخضره من محل الخضره. في عندك كمان الكركم، راح يحتاج جسمك عشان يستفيد من المعادن ومن السبلمنتس اللي ممكن يعطيك اياها الكركم، فوائده راح اجي لفوائد كل واحده بفيديو منفصل، لكن ممكن تضيفه على الاكل. كمان الخل، الماركة برضو بيونا، كل الأشياء اللي بحكيها بدك تحاول تجيبها أورجانيك يعني عضوية، يعني مش داخل عليها تعديلات ولا هرمونات وإلى آخره. فبرضو الخل. هلأ الإشي اللي أنا بعمله الصبح يوم ما أطلع، نص أو كاسة بجيب معها، بجيب نص ليمونة بعصرها في الكاسة، بضيف عليها معلقة من ملح البحر، ملح البحر أو ملح الهملايا، ودقيقة أجيبكم إياه تشوفوه. عندنا هذا ملح الهملايا، ملح جبال الهملايا، في منه الوردي وفي منه شيء لونه الاخضر، وفي عندنا ملح البحر الطبيعي مع الريحان، انا عندي اياه، ممكن تجيبه بنكهه ثانيه ما عندك مشكله. سعرهم بصراحه شوي اغلى، او هو فعليا اغلى من الملح العادي بمراحل، لكن هو مفيد اكثر من الملح، بمدك بالصوديوم والبوتاسيوم، يعني بكل العناصر اللي انت ممكن تحتاجها. فحكينا الخلطه اللي بعملها الصبح، نص ليمونه في كاسه، بعصرها في كاسة مش بقسمها، بضيف عليها معلقة ملح جبال الهملايا،
ممكن اضيف كمان نص معلقه من ملح البحر الطبيعي، بضيف عليها معلقه او تنتين من زيت او من الخل، عفوا من خل الاورجانيك، وباخذ معاها معلقه من كريم اوف تارتر. واذا كمان بدي ازود الطعم يكون اسوأ، بحط عليها جزء بسيط جدا من الكركم، بحركهم مع بعض وبشربهم على نفس واحد او نفسين عشان ما اتغلب كثير بالطعم، تعطيني اني انا اعوض شوي من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم اللي انا بخسره خلال عمليه الكيتو، لكن بعوض كل هاي الاشياء. هون انت ما بتتعرض للاضرار والمشاكل اللي بيحكي عنها الناس اللي بتهاجم موضوع الكيتو. انا عم بقرا عنه كثير وقرات عنه كثير لمده 6 او 7 شهور لغايه الان، عرفت كيف اتفادى اي مشكله ممكن انها تصير مع نظام الكيتو. البريك بعرف متى اخده بالضبط، شو اكل خلال البريك وشو ما اكل خلال الكيتو. فهيك عرفنا كمان هدول الاجزاء. في عندنا كمان زيت البندق، هيزل نت اويل، وفي عندنا كمان ممكن اذا بدك تجيب في شيء اسمه المند ميلك درينك برضه ممكن يزبط معك. هدول السبلمنت اللي نحن عم ناخدهم او السبلمنتس اللي عم ناخدهم عشان نعوض المعادن والصوديوم والبوتاسيوم والى اخره والكالسيوم اللي ممكن نحن نخسره. يعني مثلا بحكي لك من الاضرار اللي ممكن تعرض لها في الكيتو انه بصير عندك شوي ضعف بالعظام، انا عم باخذ لها كالسيوم، عم باخذ لها بوتاسيوم، عم باخذ الصوديوم عشان اعوض الاملاح اللي عم بخسرها مثلا. عم بحكي لك انه انت مثلا عم تخسر املاح لانه بصير عمليات تبول كثير وعم بتدر البول بشكل اكبر لانه ما في جلوكوز يمسك المي في الجسم، لانه كل جزيء جلوكوز بيمسك معه 4 جزيئات ماء، انت ما عندك جلوكوز وما عم بيمسك الماء فانت عم تخسر الماء. لكن انا في هاي العمليه انت خلال يوم المفروض تشرب من 3 ل 4 لتر مي، وهذا الوضع الطبيعي تبعي انا فعليا، يعني ما تغلبت كثير لانه هذا الوضع الطبيعي. واغلب البنات اللي يعني اللي بنشوفهم اصلا بيكون معاها قاروره المي او زجاجه المي اللي هي بتشربها اصلا طول اليوم معاها، فما عندنا مشكله في شرب المي، فانت بتعوض المي اللي قاعده بتروح. وبالنسبه له بنظف الكلى لانه بيحكي لك انه ممكن يصير عندك مشكله في الكلى انه يصير حصوه او كذا او ما الى اخره، فعليا عم تشرب كميه مي منيحه فعم بتنظف دائما، فانت فعليا المفروض ما تتعرض لهذا الموضوع. لكن انك انت ما تشرب مي هون بتصير المشكله. فهو فعليا هو التريتمنت او خلينا نحكي المانجمنت اللي انت بتعملها او الاداره اللي انت بتعملها للموضوع هي اللي بتحكم هل انت بتتعرض لاضرار هذا الدايت او لا، وهل هو نظام حياه او نظام تغذيه ممكن تستمر عليه خلال وقت طويل. انا بالنسبه لي استمريت يعني عليه خلال فترة منيحة، يعني وصرت أعرف متى جسمي بده إياه ومتى أنا بقدر يوم معين أكل مثلا إشي أوت أوف كيتو أو إني أنا أطلع عن برنامج الدايت اللي أنا عامله. فهذا بالنسبة للسبلمنتس. باي ذا واي بالنسبة للهيزل نت أويل هو مش ضروري لكل إشي، بس لكن أنت مرات ممكن تعمل شوكليت فأنت بكون بدك إياه عشان تعطي طعم البندق للإشي اللي بتعمله. ممكن تعمل مثلا أكلات ممكن تضيف عليها نقاط من هذا الاويل. وممكن الناس تحكي لك طب ما هو مكلف هيك صار. لا انت هاي مثلا انا هاي زجاجه الخل الهندي يمكن 5-6 شهور وهي 750 ملي، فانت اوكي هو سعرها الاول هو غالي لكن هي الديورابيلتي او خلينا نحكي عمرها كثير طويل، فانت ما راح تتغلب كثير في الموضوع. مثلا انا هاي شاري العلبه لها عندي 6 شهور يعني مش ناقص منها شيء. السينامون عندي 3 4 علب يعني نص علبه او علبه كامله استهلكت خلال 4 شهور. الكريم اوف تارتر ما خلصت علبه، فهي فعليا اللي انت ممكن تستهلكه كثير لهلا راح احكي عنه، اللي هو مرات انت بتكون مثلا شخص بحب كثير الشاي مع سكر او القهوه مع سكر او المشروبات اللي راح تشربها مع سكر، فانت فعليا في عندك محليات طبيعيه. انسب واحد لقيناه ونحن عم يعني نمشي على نظام الكيتو اللي هو الجو سويت، انا عم بستخدمه صراحه وجدا مريحني، عباره عن قطرات بضيف حسب الرغبه للكوب الواحد، بضيف قطره واحده اذا كنت انا بدي اشرب سكر. لكن مع تعويض انا صرت هلا استنكر شوي الطعم الحلو او الطعم اللي فيه سكر، لاني انا مثلا خلص تعودت ان انا بشرب او باكل اشياء بدون سكر وصار جسمي يعني يفضل انه ما يدخل عليه سكر. هل المشروبات الغازيه مسموحه؟ يس، انا بشرب 7 اب دايت، بشرب بيبسي دايت، بشرب كوكا كولا لايت او كوكا كولا زيرو، فما عندي مشكله بهذا الموضوع. الشوكليت هل هي مسموحه؟ حسب نوع الشوكليت، يعني انا عندي مثلا هاي دارك شوكليت 90% اذا جاها 90% او اكثر كاكاو، فانت فعليا الكربوهيدرات فيها 14 جرام لكل 100 جرام، فانت عارف كم بدك في اليوم. ليتس سي انه ضل لك 4 جرام فانت راح تاخذ ثلث الكميه، انت ممكن تاكل 30 جرام في اليوم منها. هذا على حسبه الكاربس وحسبه السكر، السكر صراحه راح يدخل جسمك، لكن بنسبه جدا ضئيله فانت ممكن
تدخلها. هلا عندي نوع ثاني من شوكليت برضو انا ممكن اكل منه اذا كنت حدا لازم اكل شوكليت، هو انا في عندي سكر بمحليات غير سوري عندي شوكليت محليات غير السكر زيرو ادد شوجر، سو انا ممكن اكل معي شوكليت ما عندي مشكله. بطلع الحطات الغذائيه تبعتها راح الاقي انه هي مثلا الفاتس فيها 11 جرام، الكاربس فيها ممكن توصل ل 6%، سو 6% مش نسبة كتير عالية، لكن بدي أعرف كم جرام مثلا 10 جرام let's say، إذا 10 جرام بير 100 جرام بدي أكون عارف إني أنا إذا أكلت 100 جرام فأنا ماخذ 10 جرام كاربس هي كتير، فممكن تاكل 50 جرام تاخذ 5 من الكاربس بضل لسه عندك خلال اليوم 20، فأنت اللي بتصير تحكم مع التعويض، الحس أولها بس بتغلب لكن ليتر بتصير سهلة. مثلا اليوم مش ناوي كتير أضل على الكيتو اليوم هيك ماخذه أوف، فانت مثلا عندك هاي شوكليت مثلا فيها التوتال فاتس 13 سوري جرام، وفيها طبعا صوديوم بروتين اند سو اون، وفيها الكاربس مثلا 10 جرام، فلو اكلت منها ما عندي مشكله لاني انا اصلا اوف دايت شوي. الكيتو هو عباره عن مراحل، في عندك الكيتو اللي بيسمح لك تاكل 5% كاربس، في عندك يعني 20 ل 30 جرام، في عندك الكيتو اللي بيسمح لك تاكل 50 جرام كاربس اليوم، وفي الكيتو اللي زيرو كاربس او ما راح تقدر تحكم الزيرو كاربس، وفي الكيتو اللي اكثر من 50، فانت فعليا which is what انت وين عم تروح؟ انا بالنسبه لي شغال ريستريكت كيتو دايت اللي انا بحاول اني انا ما ادخل كاربس للجسم. فاحكي لك طب معادن بتقل، حكينا شو السبلمنتس اللي احنا ممكن ناخذهم، وحكينا انه لو كان سعرها شوي عالي في البدايه لكن انت تقدر انها تضل عندك لمده كثير طويله. من السبلمنتس اللي انت كمان راح تحتاجهم بالنسبه للمغنيسيوم راح شوي ينزل مستواه عندك، فانت ممكن تاخذ المغنيسيوم 500 ملي جرام للحبه، وكل الاشياء اللي بحكيها لازم تجيبها بدون سكر. 500 ملي جرام للحبه، فانت ممكن تاخذ حبه في اليوم بعد الغداء، هذا ضروري تاخذه بعد الغداء. الفيتامين سي انا عندي اياه ال 1000 برضه باخذ منه هذا حبه الصبح، ما عندي مشكله لانه مش ثقيل على المعده، فانا باخذ منه حبه الصبح قبل ما اطلع على الشغل. وفي عندي المالتي فيتامينز انا تاركها اصلا في الشغل لانه هذيك باخذها بعد الغداء. سوري، بالنسبه للمغنيسيوم بدك تاخذ مغنيسيوم بعد العشاء لما تروح تتعشى بتاكل وبتاكله وبتشربه، فبيعدلوا عندك هدول بالنسبه للفيتامينز او بالنسبه للفيتامينز كلهم اللي انت خسرتهم. فيتامين سي انت برضه اخذت بداله، المغنيسيوم انت برضه عوضته، البوتاسيوم حكينا يتعدل، الكالسيوم عندك يتعدل، الصوديوم من الملح عم بتعدل. اذا حسيت بصداع ممكن تاخذ حبه المغنيسيوم، ممكن تضيف معلقه ملح البحر الميت على او نص معلقه سوري على كاسه مي او على وات ايفر الشيء اللي عم تاخذه سواء كان اكل او شرب. هيك انا حكيت بريف، يمكن كان شوي طويل لكن هو مفيد المفروض لكل الناس اللي عم تدخل على نظام الكيتو. هيك بكون حكيت كل الاشياء اللي موجوده عندي اليوم اللي انت ممكن تضيفها لاكلك. وحاليا انا اصلا عم بعمل عشاء، عم بسلق دجاج ومدين راح اقليه او احمره بعديها، وراح اكل معاه الخضار. هلا هي راح اسويها على بخار المي. سو هيك انا هاي وجبه العشاء تبعي. هل بتعد كالوريز؟ فعليا انا ما بعد كالوريز بالمره. طب كيف تعرف انت عم تنحف او هذا؟ كل اسبوع انا عم بتوزن. شغله كثير ضروريه بالنسبه للسكر، ضروري تقيس السكري عندك كم بيطلع على جهاز فحص السكري. للانسان الطبيعي اللي ما عنده مرض السكري لازم يطلع عندك الرقم اذا انت مش ماكل بين 70 و80، واذا انت ماكل بين 80 و90، مش اكثر من 90 ولا اقل من 60. اذا ما عم توصل لهذا الرقم احكي لي، راح اساعدك انه اشوف شو المشكله اللي عم بتصير معك، شو اللي عم تاكله صح ولا غلط. واذا عم تكون تحت 60 فعندك شيء ديفينتلي غلط، اذا كان هو بسبب اللي انت عم تعمله ضروري تحكي لي، او ضروري انك تستشير طبيب، او ضروري انك توقف اللي عم تعمله لانه في شيء غلط عم تعمله. واذا كان فوق ال 120 او فوق ال 100، فوق ال 100 فهو انت الانسان الطبيعي بس مش على الكيتو، فانت مش داخل نظام الكيتو. فاسالني ممكن اساعدك. اذا فوق ال 120 و130 لا، فانت هذا لا الكيتو مأثر عليك ولا انت نظامك الطبيعي كان صح، لانه انت السكري عندك اعلى من الرقم الطبيعي للانسان اللي بياكل كل انواع الاكل مش كيتو دايت ولا اي نوع دايت ثاني. هيك بكون حكيت معظم المعلومات اللي بدي اشملها بهذا الفيديو. في ناس سالوني عن موضوع الانسولين وموضوع انواع مرض السكري الاول والثاني، وانه هل الكيتو يشفي وهل الكيتو يضر، هل الكيتو علاج للسرطان او بيساعد في علاج السرطان، هل الكيتو يساعد في علاج الصرع. كل أجوبة هاي إن شاء الله راح أشملها بفيديوز عشان توصل معلومة كاملة. أنا ما كنت متوقع إنه يكون في صدى كبير هائل للموضوع سبيشالي عند الشباب والصبايا في الأردن وفي البلدان العربية، لكن
هذا اللي عم بصير، الكل عم بيحكي معه وبيسألني، وإن شاء الله بوصل لكم معلومة بكل الفيديوهات الجاي، ويعطيكم ألف عافية.